جمهورية مصر العربية من القاهرة، والساعة الآن 7. صباح الخير يا اللي معانا، اللي معانا الكرم غنى وصحانا، والشمس هي طالعة وضحانا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات تفاصيل تستنشق فيها روائح الصباح، فقط تأمل بهدوء ما يحدث في هذا الزقاق. حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهار. واقعية يعجبك تسلسل أحداثها، أبطالها ثلاثة إخوة: العم محمد البرملجي الأخ الأوسط وشقيقه. زمان قوي يعني من أيام الفراعنة صحيح وتمام، بس وصل بقى احنا وصلت لنا من جدنا، جدنا بابوينا وبعدين ابويا وبعدين احنا بقى احنا آخر جيل. البرملجي كانت من أولى العائلات التي كرمتها الدولة في أوائل القرن الماضي لاحترافها صناعة الخشب، تكريم تفخر به العائلة حتى اليوم. جد الله يرحمه عمل الزير بالحمالة، بدل ما يبقى زير فخار عمله زير خشب، زير برميل، وعمل له حمالة وعمل له غطا وبتاع، فقدمه الحمد لله خد ميدالية برونزية هو فيه، وعندنا الميدالية الصورة بتاعت الشهادة. بص وشوف بعينك. أما هشام بصندوقه وعمامته فهو سندباد المنطقة، عازف الرحال في كل زقاق، يكمل الصورة بربابته القيناوية. ترب الصنع عن والدي هو وأخوه الغالي. بالعربية امسك الخشب، وبالإنجليزية touch wood. طاقة الخشب عابرة للغات وجامعة بين الحضارات. زمان كان فيه البلوط والجزورينة والزان والأرو. البشر الذين استخدموا جذوع الشجر في حياتهم منذ البداية يعتقدون حتى اليوم بأهميته البالغة في حياتهم اليومية، فكان لزاماً على الخشب أن يتخطى حدود هذا البرميل ويواكب تطور الزمن. الخشب ليه قيمته، وفي ناس اللي بيحبوه، وبعدين غير كده كمان الخشب رديء توصيل الحرارة، يعني أنت لو حطيت فيه حاجة ما تتأثرش لا بحرارة ولا برودة، سبحان الله. ما دامت الأشجار تكسو الطبيعة فلن تموت المصنوعات الخشبية أبداً، لكن هل يصمد الأبناء ويقفون أمام زوالها كحرفة يدوية؟ يعني ما تعلمش الصنع كشغل من أول الشغل لغاية آخره، هو ممكن يعمل حاجات اللي هو التشطيبات البسيطة الحاجات دي بس، إنما الحاجات اللي من أول للآخر ما فيش حد يتعلمها، يعني حتى أولادنا ما تعلموش الصنع، فإحنا آخر جيل خلاص هنشتغل في الشغلانة دي لغاية ما ربنا يكرمنا بقى ونتكل على الله زي أبويا وجدنا الصنعة دي انتهت خلاص. تحت الربع حديثا المعروف تاريخيا بباب الخلق، هذا الحي الذي يؤرخ للحرف الأصيلة يصعب عليك الخروج من تفاصيله. لا شك أن دخول عالم العم البرملجي ليس كالخروج منه أبدا، هذه الرحلة تشبه كثيراً جلسات اليوغا والتأمل، ستخرج منها بطاقة مختلفة وابتسامة عريضة، هنا سيولد بداخلك نهم كبير لاقتناء كل شيء وتحويل كل تفاصيل حياتك للمنتجات الخشبية. والآن استعد، امسك الخشب واستمتع بهذا التغيير. نجاة الجبالي، إكسترا نيوز.